اهلا وسهلا بحضراتكم معانا مره تانية في الدايره. الحقيقه النهارده حبينا ان احنا نختم معاكم بفقره مختلفه جدا، وضيف نظيف استثنائي يعني حابب كل اشكال الفن من المسرح والشعر والتمثيل والاخراج، هو قادر ان هو يتميز في كل المجالات. النهارده منورني احمد صالح. احمد ليه اكتر من ديوان، ليه عملين موجودين حاليا في معرض القاهره الدولي للكتاب، وكمان هو اخرج 6 مسرحيات وشارك كفنان او كممثل في 44 عمل مسرحي. الحلو في الموضوع ان احمد كمان سنه صغير جدا 19 سنه، فهو بدأ من فتره طويله جدا، وخلال السنين اللي فاتت كلها قدر ان هو يثبت نفسه على خشبه المسرح، وكمان كشاعر من خلال ديوانين. الديوان الاول كان مقطوعه بني انسان، والديوان ده حصل على المركز الثاني في جائزه عبد الناصر علام لشعر العاميه، وكمان دلوقتي قدم لنا ديوان جديد وهو ديوان عندي فوبيا من يناير. الاثنين بيقدم فيهم شعر العاميه، وفي الديوانين دول تطرق لعدد كبير جدا من المواضيع المهمه اللي بتمس الشارع المصري بشكل كبير وبتعبر عن شريحه الشباب. اهلا وسهلا يا احمد، منورنا في الدايره. اهلا بحضرتك. في البدايه نبدا معاك كشاعر، امتى بدا حبك للشعر وقررت ان انت تتجه لشعر العاميه؟ تمام. هو لو هنبدا بالشعر فهنيجي للمسرح، لأن المسرح هو كان هو بيسبق الشعر أنا شويه. انا مثلت مسرح من وانا عندي 5 سنين. اوكي. 2005. بس فكنت مع التمرس 9 سنين تقريبا، فكنت بقى بجرب اكتب من كتر قرايه النصوص وبتاع، فكنت عايز اعمل اغنيه عن غزه، مش عارف، عن حاجات كده بدايات. ومن ساعتها بدات اكتب شعر. حلو جدا. يعني انت بداياتك من سن صغير قوي. الوقوف على خشبه المسرح قصة تانية خالص، يعني بتدي للفنان ثقة كبيرة جدا، وبعد كده بيقدر ان هو يقدم الوان كتيرة تانية، سواء مشاركتك كمخرج او كفنان. فكرة انك تتحمل مسؤولية عرض مسرحي وبتشوف رد الفعل بشكل مباشر جدا من الجمهور، ده اضاف لك كتير جدا بعد كده؟ لانه المسرح ابو الفنون. مظبوط. في العموم، ولان المسرح في الاول كان شعر يقدم شعر درامي، فاكيد المسرح بيأثر في اي فن تاني، لأن هو بيشمل كل الفنون، هو الفن الوحيد اللي ممكن يجمع كل الفنون. شعر العامية قادر يتيح لك مساحة ان انت تتكلم بسلاسة وتعبر عن مواضيع كتير جدا بتخص الشباب والشارع المصري اكتر من شعر الفصحى، وده ممكن يكون سبب من الاسباب اللي خليتك تتجه مثلا لشعر العامية. هو اللغة هي وعاء او اناء احنا بنكتب فيه يعني، لكن انا اللي خلاني اكتب شعر عامية ان انا بكتب حاجة شبهي. يعني ما اعتقدش لو انا مثلا، انا جربت فصحى تمام، في تمرس في الكتابه لكن مش شبهي. بس فهي الفرق مش عندي في اللغه قد ما ان انا بكتب حاجه شبهي، ايه اللي هيشمل افكاري واللي انا عايز اعبر عنه، فهو شعر العاميه. طيب نبدا معاك بقصيده، نبدا بقصيده ايه النهارده؟ موال العشاق. اتفضل. كنت في الاشعار بشار ابن برد، كنت في الملكوت بلعب بيات الكرد، أصل الغنى مواويل والضحكة من بره، يا مسهل التساهيل سهل كمان مرة، سائل لأهل الأرض لم يجاوبوني، مهمل لأهل الأرض جابوا في سيرتي وما خلوا، أنا ليه بعيش يوسف وإخواتي خانوني، ليه الحبايب باعوا تخلوا، هي الحبيبة البكر وجه القمر صباح، أدور في حلقة ذكر لاجل ان تطيب الجراح، يا دار قوليلها تحب خلي القليب نضاح، انا ليه حبيبي يا ناس كسر القليب خلاه يتوه في براح، زمن العتاب كذاب والعشق دودني، خلي اللي ساب وتساب امانه ما يسيبني، ربك كريم يا خي وارحم كتير منهم، في ناس كتير في القلب واحنا اللي ساكنينهم، شكوه العشاق مزله والكون يساع، لحظة ده الإحساس تجلى على المشاع، آن الأوان يسمع جراحي اللي باع، حبيت أنا واتبعت، مخدوع أنا وخدعت، الكون يسير كما ياخد 100,000 لون، أعلنت أنا وشهدت إني خسرتك مرة وإني كسبت الكون. جميلة، برافو عليك يا أحمد. خليني أسألك، إيه ممكن تكون المقاومات اللي الشاعر محتاجها عشان يقدم الشعر الغنائي؟ اللون اللي هيدخل كل البيوت، الكلمات اللي ممكن عدد كبير جدا من الناس بعد كده تبقى بتقولها بتحفظها، يعني الشعر الغنائي بيخش كل البيوت وكل الأعمار بتبدأ بعد كده إن هي تردده،
ففي مقومات معينه محتاجين ان احنا نقول لازم تكون متوفره في الشعر، في الشاعر اللي هيقدم اللون الغنائي. ان هو يبقى قريب من الناس قوي، يعني قريب من الشارع. يعني في مقوله هو بيت سطر شعر، يعني علم علم البلاغيون ان الشعر في الشارع، لكن يعني هو قدر يفهم نوعيه المتلقي او الذوق المصري، خاصه ان احنا شعب بتاع غنى من زمان، يعني من مصر القديمه، فلازم أن يكون فاهم العقليه المصريه. يعني ما بين الشعر اللي ممكن يكون بيعبر عن الشارع المصري، الشعر الاجتماعي اللي فيه مواضيع اجتماعية واللون الرومانسي والشعر الوطني، حبيت نفسك في أنهي لون من دول أكتر؟ هو الشاعر لو حط نفسه في لون معين او قالب معين هو بيقتل نفسه، تمام؟ لان هو الشاعر في الاساس انسان. انا احيانا بحب واحيانا بصور واحيانا بحزن، بس فانا اقدر اكتب في كل الالوان دي. كلمني شوية عن ديوان مقطوعة بني إنسان، طبيعة القصايد اللي قدمتها في الديوان ده، وأهم المحطات اللي ممكن نقف عندها النهاردة هتكون إيه؟ هو ديوان مقطوعة بني الإنسان صدر عام 2019، وهو مكتوب من سنة 2018. ديوان مقطوعة بني الإنسان هو البدايات الأولى والتجربة الأولى عندي، تمام؟ فهو بيعبر عن العقلية اللي هي الشابة اللي بتحب تصور لكن بتصطدم بالواقع أو بتصطدم بالحلم. بس يعني فهو الموضوع هنا بيدور حوالين الحلم في مدينة ما، وحوالين برضو الحب. هو من يعني أنا الديوان مقسمه مناجاة، ومقسمه عن الثورة وعن الحب. فهنشوف أكتر من لون. طيب نسمع إيه دلوقتي؟ نسمع من الديوان التاني عمار يا شتا. اتفضل. عمار يا شتا، كل الحاجات المؤلمة بتزول إلا الفراق، أنا لسه بشكي يا رب بيخني إحساسي، ما بقتش قادر أبتسم وهي مش جنبي، شاعر وبيحب الغنى والدنيا مش بمبي. عمار يا شتا، لما المطر ينزل ينبه ينذر بميعاد مؤكد لاجتماع العاشقين، تلقى الزمن بكل ما يحمل من وجع واقف وبيغني، تلقى الشجر مستني منتظر ميعاد وضوئك علشان يصلي، فصل الربيع هو الشتا ما دمت انت في صورة مني، كل الفصول الملهمة بتساوي صفر على الشمال لو ألهمتني من عينيك قصيدة. تعرفي قلب اللي عاش كيتيم وسبيل لكل المحتاجين كنت ليه ملجأ، طب كنت خدت ثواب وحمتيه من شرور البشر وفضلتي معاه. تعرفي انا شفت النيل والفرات اتجمعوا علشان عينيكي وانا عندي ليه النهر جف. تعرفي انت بتشبهيني وبتشبهي بلدنا، طبع الطيابة محزمك والقصر قاسي، محتاج مسكن او مضاد ليكي او مضاد لسخافة الانسان، راسي بتنفجر اطران وجع نيكوتين محبة بدمنه واختل وزني واختلت الحسابات، بحبك في ضآلة العالم وفخامة الانسان، بحبك في فخامة العالم وتفاهة الانسان، برتبك قدام قوانين عينيك الجاذبية، وانا لما كنت معاكي كنت احب اعمل دون كشوت، ودلوقتي انا دون جوان الحزن والموت والسكوت، في مكان الامل كذاب، في مكان في كنا احباب بتفتكري ضحكتنا في نفس ذات الوقت، ودلوقتي مستعد احلفلك بحق دموعي وفراقك ان اللي مقتول على الرصيف هو انا وان النزيف ده دموع، في مكان الامل مش امل وفي الترحال بتفتكري بتفتكري، عندك بتبتدي القصة وعندي أنا كل النهايات بسيبها مفتوحة، ملعون أبوه الزفت بجمليون خلانا تأسر بيه واتخدع فيكي وانت صنع ايديا وتربيتي. تعرفي ان سبب قتلي مش فراقك، اللي قتلني ضعفي، لما جيت أعادي ضعفك اتكسرت، ليه تكسري ضلعي يلي انت من ضلعي اتخلقتي. تعرفي ان انا لسه طول اليوم بطلب من ايديك القرب وبخبط على بابك
تعرفي دي مش غيبوبة فراق أو حب، كل دي أعراض انسحابك. برافو يا احمد، جميله. خليني اسمع منك، ممكن تقول ايه عن الديوان التاني وتقدمه ازاي النهارده؟ ديوان عندي فوبيا من يناير. هو أنا بالنسبة لي استمرار لمسيرة الاغتراب الداخلي أو عدم الفهم، هو معتمد على تيمة الديوان بيدور في شهر يناير، هو العنوان التاني أو المعنون متلازمة الموت والحياة، بيدور في متلازمة الحياة ومتلازمة الموت من خلال شهر يناير. وبيبدأ في سؤال بالنسبة لي محير، هو احنا ليه بنستنى 1 يناير علشان نعرف حظنا ايه، او علشان نعرف هل العالم هيتغير ولا لا. بس وبيستمر بقى من خلال النقطة دي المشاعر المختلفة اللي انا ممكن اعبر عنها. مظبوط. نروح معاك لكتاب لسه موجود تحت الطبع بيحمل عنوان 10 نصوص مونودراما بالعامية المصرية. كلمني شوية عن الكتاب ده وإيه المختلف أو الجديد اللي ممكن تكون بتقدمه فيه. تمام. هو كتاب دلوقتي بقى معنون عامل زي اللي بيرقص على السلم. هو كتاب المونودراما بالنسبة لي قريب، نوع قريب من الشعر. هو كتاب بيعبر عن الشخصيات الدرامية المختلفة في حالات مختلفة، ولكن بيربطهم فكرة ان الشخصية دي عاملة زي اللي بيرقص على السلم. بس يعني هو كتاب في المسرح، واتمنى تكون تجربة مختلفة وتفيد، لان طيب واحدة هل انت مهمة. عندك تخوف من فكرة تقديم كتاب يعني عن المسرح ممكن تكون شريحة معينة او يعني جمهور معين من القراء هو اللي هيقدر يتناول ويفهم الكتاب بشكل كبير؟ مش عندي تخوف ولا اي حاجه، لان هو انا بالنسبه لي فعلا هو الشعر والمسرح نوع دلوقتي بقى غريب او فن نخبوي شويه، لكن انا بالنسبه لي طالما انا بعمل ده فهو الحقيقي بيعيش، والمسرح مهما مرت عليه فنون فهو بيعيش. طيب بما اننا بنتكلم عن المسرح تعالوا نتوقف شويه مع بعض الاعمال المسرحيه زي مسرحيه الكيلو. مسرحيه الكيلو بتدور كيلو احداثها واحد. كيلو واحد، انا مكتوب الكيلو بس. آه. بتدور احداثها حوالين ايه؟ اهم الشخصيات والابطال اللي كانوا يعني قادرين ان احنا نشوفهم في العمل ده كانوا بيتكلموا عن ايه؟ هي بتقوم مش على شخصيات دراميه بالمعنى الحرفي للشخصيات الدراميه، هي بتقوم على فكره الانماط، ان الشخصيات دي انماط اتجمعوا في مكان واحد وفي يافطه الكيلو واحد، وبتدور بقى هل احنا موجودين ليه. بس هو ليه طابع تجريبي شويه، مش مسرح تقليدي يعني. بس في مسرحية عباسية رايح جاي كانت بتتكلم عن ايه المسرحية دي؟ هي بتتكلم، هي العنوان التاني ليها مطاردة الفار، بتدور حوالين عيلة بتطارد فار، لكن من خلال ده العيلة دي صورة مصغرة بالنسبة لي للعالم، على الرغم ان الموضوع يبان ممكن بسيط خالص، لكن برضو ليه علاقة بالتجريب المسرحي، او ليه علاقة ان احنا بنحاول نلقط اشياء مختلفة ما تكونش اتعملت. ايه المحطات اللي ممكن تتوقف عندها النهاردة من خلال المسرحيات اللي اشتغلت فيها على خشبة المسرح سواء شاركت فيها كفنان او كمخرج وتشوف ان العمل المسرحي ده كان قادر ان هو يوصل رسالة مهمة للجمهور كان ايه؟ تمام. انا الاعمال كممثل في الاول، الاعمال اللي انا خدت فيها جوائز هي الاعمال اللي بتأثر فيها اكتر. يعني انا عرض انت حر، وده عرض تاليف لنين الرملي، وده عرضته 2007، كنت عامل دور صغير. ده مسرحيه بالنسبه لي بتتكلم عن تيمه الحريه، ودي مسرحيه مهمه جدا. مسرحيه زفه الكلاب كنت عامل دور الراوي، ومسرحيه ابن عروس، ودي المسرحيه الاهم في مسيرتي كممثل، لان انا خدت فيها احسن ممثل تاني مهرجان وزارة الشباب والرياضة. وابن عروس ده بطل شعبي كان شاعر وقاطع طريق وبيحارب المماليك، او هو من ضمن الصور اللي ضد المماليك، كان بتتكلم صراع ابن عروس. اما بقى عن تجربتي كمخرج، فانا قدمت انا واحنا وكلنا، قدمت الهوامش انا واحنا وكلنا تاليف شريف صلاح الدين، الهوامش تأليف شريف صلاح الدين، محاكمة عيد الميلاد تأليف بهيج اسماعيل، وقدمت الركاب ده إعداد عن فيلم باسنجرز،
وقدمت سلك شائك تأليف سامح عثمان، والقطة العمية تأليف سامح عثمان. التجربة اللي عايشة لحد دلوقتي هي الهوامش، ومن خلال الهوامش أنا حابب أشكر فريقي، أنا بشرف عليه فريق نهوان للفنون واحد واحد الهوامش، وبالنسبة لي تجربة محاكمة عيد الميلاد وسلك شائك. عايزة أعرف في أي مسرحية شاركت فيها كشاعر من خلال بعض الأبيات أو بعض القصائد الخاصة بيك مثلا؟ في مسرحية 2013 إخراج أستاذي رجب أبو الفضل، كان اسمها عودة عفركوش، تأليف أحمد حسن البنا. كان في شاعر بيقول مفتتح، كان ليها منحى بريختي أو ملحمي شوية، فكنت عملت الشعر، وبعدها بمسرحية برضو تأليف أحمد حسن البنا وإخراج رجب أبو الفضل يوم الثلاثاء الساعة 5، عملت برضو دور الشاعر اللي هو من خلال الأحداث يقدر يعلق عليها. وكنت بحاول استخدم قدرتي في السن ده ان انا اعدل، او ان انا يبقى ليا لون خاص، مش ان انا طالع اقول من النص. وليا تجارب كشاعر مسرحي، ان انا من خلال المسرحيات بقدم اغاني من تأليفي. طيب نسمع معاك ايه دلوقتي؟ قصيدة ايه؟ الغواية دي من اي ديوان؟ عندي فوبيا من يناير. اوكي اتفضل. جوايا أسئلة يعجز عنها الألم والحبر، أول سؤال هو ليه في الفراق بنعد خطواتنا، هو الوجع بالشبر. تاني سؤال مصمم يطلع لكم يفضح قلوبكم الجبانة، هي الخيانة شرف ولا الشرف في الخيانة. تالت سؤال مشتاق للرخفان والجبل وأكل المش. تالت سؤال لو اتسأل هتتبدد الأرض عيال محبة وتطرح خير. تالت سؤال ممنوع وأنا معترض، مش اعتراضا على القدر، اعتراضي عشان ربك رب قلوب وقلوبهم ليه بتحب الغش. رابع سؤال بعيد نفس اللي قلته، يا ريتني عندكم ما جيت، بكيت مسحت دموعي بمسح دموعي بكيت. رابع سؤال للأسف خلاني أعمل لقلبي حداد، الناس غريبة أكتر من اللزوم، الناس بتاكل بعض وأنا هقرأ شعر يا عم فؤاد حداد. جميلة. عايز أسألك على الندوات والأمسيات الشعرية اللي بتقام طول السنة، هل الموضوع مرتبط شوية بفعاليات معرض القارة الدولي للكتاب؟ احنا دلوقتي بنشوف ان احنا على مدار مدة المعرض في فعاليات وندوات ثقافية وأمسيات شعرية مستمرة طول اليوم ومتاحة للشباب بشكل كبير جدا، ولكن لو بنتكلم عن السنة كلها فده متوفر وموجود، وهل في لقاءات دايما ما بينك وما بين الناس اللي ممكن تكون مهتمة بحركة الشعر ومجال الشعر؟ هو يمكن المسرح واخدني شويه من ان انا موجود دايما في الامسيات وندوات، لكن هو معرض القاهره او معرض الكتاب، يعني في العموم هو ملتقى الكتاب للكتاب المبدعين اكيد، فهو بيبقى عليه سبوت اكتر او بيبقى الناس مركزه عليه اكتر، فبالتالي الفعاليات بتاخد حقها شويه، وان كانت ما بتغطيش الخريطه الشعريه الكامله في مصر، لان في شعراء كويسين جدا ما حدش يعرف عنهم حاجة. لا وده طبيعي لأن الأعداد اللي بتشارك يعني أرقام كبيرة جدا جدا، فمهما قدموا أمسيات وندوات ثقافية استحالة تغطي كل العدد من الأدباء والكتاب والشعراء. تمام. أنا أقرب حاجة شاركت فيها كانت مؤتمر شعر العامية بقتليك القاهرة تحت إشراف الشاعر سعيد شحاتة، دي كانت آخر أمسية آخر ندوة شاركت فيها، وعندي بإذن الله يوم الثلاثاء اللي جاي أمسية من في قاعة الشعر بمعرض الكتاب، وعندي بإذن الله 20 فبراير أول حفلة خاصة منفردة، يعني جميل بنحاول نقدم ألوان مختلفة. نسمع قصيدة تانية أحمد؟ تمام. تختار إيه؟ على حسب ما تيجي. من ألحان الناي الحزين من ديوان مقطوعة بني الإنسان. اتفضل. واحد وكام قصيدة تلخصت قدام مراية، بصيت في عيني وسرحت، هو انت دهي عليل ولا الوجع ده نحت. سكران انا فاسقيني من رحمتك يا بايع العشق، معاك انا رحت ومرايتي مين قدها، بصيت في المراية وبحت، وانا ليا واحدة بحبها، بصيت في عينها فتهت. اتنين نفسي اغترب واحتضن موتي واقول له
جيت في وقتك في الحياة المهلكة يا بنت اللذينة. هموت في الشوارع ما التقيت لي دوا، صابر أنا وأنا لو من غير صبر هموت. نجيت الرب في اليوم الأليم، غطيني بالرحمة يا رحمن يا عظيم. أنا نفسي أقول في الشوارع أنا مغترب دون وطن، وإن ريقي ناشف ريق معتقل مش ريق مسافر. بير الحياة فينه؟ بير الآخرة أبعد، فاسقيني من رحمتك عطشان يا رب. مواجهة وتسن سن السيف على سن مقدارك، طيف الحرير موجوع احضني في جوارك. مين يا ولد خانك؟ هو احنا اصحابك ولا احنا اجرابك؟ شارب هموم الجان والانس محرابك، ليه يا حمام بتطير عن جمع اسرابك؟ رب انا مش ضعيف يا عم، انا مش ضعيف يا خال، الدهر قسم الهم والعقل ليه شيال. مش كلهم مسيح، لا كلهم دجال، انت الصديق يا مراية، فاديني امل وحنان. هل لسه للاحزان نهاية في قصة بني الانسان؟ احسنت يا احمد، شكرا ليك ولوجودك. احمد صالح، كل التوفيق ليك في الاعمال اللي جايه باذن الله في مجال الشعر والمسرح كمان. بشكرك جدا. شكرا. شكرا ليك. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لختام فقرتنا النهارده، اخذنا حضراتكم في جوله مختلفه من خلال الاعمال الادبيه المتنوعه اللي قدمناها لكم من خلال فقرتنا. وطبعا معرض القرار الدولي للكتاب يحتوي على عدد كبير جدا من الاعمال الجديده المتنوعه. بندعو حضراتكم لزياره المعرض اللي بيستمر حتى يوم 4 فبراير بإذن الله، ومجموعة متنوعة من الأدباء والكتاب والمبدعين والمثقفين قادرين إن هم يتواجدوا في المعرض كمان من خلال الندوات والفعاليات الثقافية. وإحنا من خلال اليوم عدد كبير جدا من برامجنا في قناة النيل الثقافية بتكون موجودة من داخل المعرض، وبنغطي بشكل كبير جدا كل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته رقم 51. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على وقتكم وعلى حسن المشاهدة، وبالتأكيد الشكر موصول لكل زمايلي خلف الكاميرات، وهنشوفكم بإذن الله الخميس اللي جاي الساعة 11 صباحا في نفس الوقت على الهواء من خلال مجموعة من الفقرات المتنوعة في الدايرة. شكرا لكم، وبإذن الله دايما نشوفكم على خير. باي باي.